قررت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية ولموظفيها وإقفال جميع مكاتبها في المملكة خلال 48 ساعة بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية. وجاء قرار سحب التراخيص بعد وقف الرحلات الجوية بين المملكة السعودية وقطر إثر قرار الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة قطع العلاقات على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.